الحمد لله، الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وسلك منهاجا قويما وسبيلا رشدا، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى، حاد عن طريق السعداء، فلا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا. أيها الإخوة المؤمنون، إن من الظواهر التي انتشرت هي بدأت قديماً ولكن انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة الاستشفاء بالقرآن الكريم، أو ما يصطلح عليه بالرقية الشرعية. ومن هنا لا بد من الحديث عن هذا الموضوع بنوع من التأصيل الشرعي لهذا الأمر، مسألة الاستشفاء بالقرآن الكريم، ما هي ضوابطه وما هي حدوده. لا بد أن نؤصل لمسألة مهمة، وهو قضية أن القرآن شفاء. أيها الإخوة، ليس هناك خلاف بين العلماء على أن كلام الله جل وعلا بنص القرآن كما سيأتي في الأدلة، وبنص الأحاديث النبوية الصحيحة وما أكثرها، على أن كتاب الله جل وعلا هو شفاء لما في الصدور. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، الحديث هنا عن القرآن، وشفاء لما في الصدور. وقال أيضا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن، علماء التفسير قالوا كلمة من هنا ليس للتبعيض، أي ليس معنى أن بعض الآيات فيها شفاء وبعض الآيات ليس فيها شفاء، لا، قالوا من هنا لبيان الجنس، أي جنس القرآن، أي أن القرآن كله شفاء، بدليل آيات أخرى أيضا: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول جل وعلا: أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول أيضا: فيه شفاء للناس، إلى غير ذلك من الآيات. إذن هذه الآيات أيها الإخوة تنص صراحة على أن كتاب الله جل وعلا هو الشفاء لمختلف الأمراض، الأمراض المعنوية وحتى الأمراض
البدنية أو الأمراض العضوية. ولقد أنجزت دراسات أو بحوثات كثيرة لا في الدول الإسلامية ولا في غيرها من الدول الغير الإسلامية، أنجزت دراسات وتجارب حول القرآن الكريم، فأكدت الدراسات فعلاً أن القرآن فيه شفاء، أن الذي يستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى يتأثر. بل هناك دراسة أنجزت في ألمانيا أثبتت أن هناك شعيرات في مخ الإنسان، هذه الشعيرات يعني دقيقة في الإنسان، في مخ الإنسان، وهي التي تتحكم في الأمراض، خصوصاً الأمراض العصبية والنفسية، الأمراض القلق وأمراض الاكتئاب وغيرها من الأمراض. أكدت هذه الدراسة والتجارب أن الذي يستمع القرآن ممن هم يعانون من هذا المرض يتماثل ويتعافى للشفاء. وقالوا هذه الشعيرات لا يصل إليها إلا القرآن، لا تتأثر بأي كلام، لا بالموسيقى ولا بالشعر ولا بأي نوع من كلام الناس، فقط تتأثر بالقرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء. هناك أيضاً أدلة من السنة النبوية، أدلة صحيحة، أحاديث البخاري وفي مسلم وغيرهما، أن القرآن الكريم هو شفاء أيضاً. وقصة لدغ الأعرابي قصة في البخاري ومسلم، انطلق نفر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ونزلوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم، يعني طلبوا منهم أن يضيفوهم، فرفضوا هذا الحي، رفضوا أن يضيفوا صحابة رسول الله. فتحرك هؤلاء الصحابة راجعين، صافي غاديين بحالاتهم، ما بغوا شيء يضيفوهم. فهم في الطريق فلحقهم واحد من أصحاب الحي وقال لهم إن سيد الحي قد لدغ، يعني عضته عقرب، قد لدغ، فهل نجد عندكم شيء؟ يعني واش نلقاو عندكم شيء واحد يعالجوا شيء حاجة؟ فقال أحد الصحابة في بعض روايات الحديث أبو سعيد الخدري، قال أنا أرقيه، أنا نمشي نعالجكم هذا السيد ديالكم، ولكن أنتم رفضتم ضيافتنا، ما غاديش نمشي نعالجكم هذا السيد ديالكم إلا أن تخصصوا لنا جعلة، الجعل يعني أجرة. فصالحوهم على قطيع من الغنم. في رواية أخرى الحديث عدد الصحابة كانوا 30، وأعطوهم 30 شاة، يعني كل واحد نعشة دياله، صالحوهم داروا معهم اتفاقية، تعطيونا 30 شاة نعالجوا السيد ديالكم، صافي اتفقوا فرجعوا. هذا الصحابي أبو سعيد الخدري ماذا فعل؟ ذهب إلى هذا السيد وقرأ عليه سورة الفاتحة فقط، قرأ عليه سورة الفاتحة وتماثل في رواية الحديث، قام الرجل وكأنما به من قلب، يعني المعنى كأنما كيش في هذه العلة، هذه الآلام والوجع ذهب بفضل وببركة القرآن الكريم. أعطوهم هذا القطيع، لكن الصحابة حفظوا، قالوا لا نقسم هذا الشيء اللي أعطونا، ما نقسموش حتى نأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ترجعوا للمدينة ونسولوا النبي، نحكيوا له على هذه القصة اللي وقعتنا. فذهبوا إلى رسول الله وحكوا له، فقال لهم اقسموا واضربوا لي بسهم، قسموا بصحتكم، قسموا وخصوا لي حتى الحق ديالي. فأخذوه وأكلوه
ثم كذلك هناك حديث آخر للصحابي الجليل العوف بن مالك قال: يا رسول الله كنا نرقي في الجاهلية. احنا كنا كنديروا شي رقية في الجاهلية، ولكن دابا الإسلام جاء، الآن تبدلت الأمور، فماذا نفعل؟ فماذا نفعل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أعرضوا علي رقاكم، جيبوا لي هذه الرقية ديالكم نشوفها كي دايرة، ماذا كنتم تقولون، ما هي الأشياء التي كنتم تقرؤون، جيبوها نشوف. أعرضوا علي رقاكم لا بأس ما لم يكن فيها شرك. بمعنى في الجاهلية كانت أمور طقوس وشعوذة. هناك حديث آخر أيضا أن رجلا لدغ في حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول الصحابي عبد الله جابر بن عبد الله: لدغت منا رجل عقرب ونحن جلوس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال رجل: يا رسول الله أرقي، واش نديرو شي رقية؟ فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. اللي قد يعاون شي خوه اللي ينفعوا بشي حاجة يدير، فليفعل. وآخر دليل من السنة مش ما نطولوش، هو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى، يعني إذا مرض حسب الوجع وحسب شي آلام، يقرأ على نفسه المعوذتين ويمسح بهما، فلما مرض، يعني المرض الذي توفي فيه ما بقاش النبي قد يمسح على جسد ديالو جراء المرض، تقول أمنا عائشة: فكنت أقرأ وكنت أمسح بيده رجاء بركتها. هذه الأدلة أيها الإخوة، سواء من القرآن أو من السنة، تؤكد على أن كلام الله سبحانه هو الشفاء. لكن السؤال: كيف نعالج بالقرآن؟ لأن الخطأ ماشي هنا، ما كاينش شي واحد كيقول لك القرآن لا ماشي شفاء أبدا. المشكل من هو الذي يعالج بالقرآن؟ كيف نعالج بالقرآن؟ شنو هو أو بعبارة أخرى الرقية الشرعية اللي كنسميها رقية شرعية، هل هي مهنة؟ هذا هو السؤال الآن أيها الإخوة. يقول العلماء: أولى بمن يعالج نفسه بالقرآن، أولى بمن يعالج بالقرآن هو المريض نفسه. أنت راك مرض كتحس بالألم، تقرأ على رأسك القرآن اللي تحفظ، اقرأ ما تيسر من القرآن، مش ضروري آيات محددة، اقرأ ما تيسر، اقرأ رأسك القرآن. أو كما قال العلماء وأخذ من هذا الحديث: من استطاع منكم أن ينفع أخاه. أنت زرت شي واحد مريض في السبيطار ولا في داره، إذا بغيت أنت تقرأ عليه ما تيسر من القرآن وتمسح على موضع الألم منه وتدعو له، لا حرج في ذلك. ولكن الإشكال الرقية أصبحت ممهننة. ما معنى ممهننة؟ فلان هو اللي يدير الرقية فقط. شو اللي قالها؟ الرقية أيها الإخوة ما كاينش، ما عندناش في الدين ديالنا راقي شرعي أو راقي كذا، ما كانش الرقية أيها الإخوة، لأن المفهوم ديال الرقية تعوج. ما معنى الرقية؟ هل الرقية تغني عن العلاج، عن السبب، عن لا؟ الرقية هي دعاء فقط. يعني واحد راك مريض سير عند الطبيب، ولا حرج أن تقرأ على نفسك القرآن، على ولدك، على زوجتك. أنت في دارك زوجتك مريضت، إذا صيفتها عند واحد يديرها الرقية فتختلي به ويختلي بها، وانت ما مسوقش قاع ما عندكش الخبار، وقت تذهب وانت قاع ما فرصش الخبار. مين جبنا هذا الشيء؟ هذا الرقية أصبحت أيها الإخوة بكل صراحة هي هناك من يبتز، من ينصب، من يحتال على أموال الناس باسم الدين. هذا هو المشكل.
باسم الدين. أنا عندي مهنة وكاين قنوات متخصصة وإذاعات واحد هذا داير محل، هذا داير معرف كذا، هذا رقم ديال التليفونات، أنا اللي كندير الرقية. جا واحد عندك يودي أنا مريض، سير عند فلان كيدير الرقية. من قال ذلك؟ أنت اقرأ على راسك القرآن. لماذا قال العلماء؟ لأن هذاك المريض اللي كيعاني هو اللي خصو يقرأ على راسه القرآن، ولده، مرته، خوه، لأنه فيه نوع من الاضطرار. انت لما تكون مريض وتقرا على راسك القران كتقراه باخلاص و يعني عندك واحد ظن كبير في الله عز وجل انك انه يشفيك، وسير الطبيب. بدليل واحد الصحابي سعد بن ابي وقاص مشى عند النبي عليه الصلاه والسلام وهو مريض، فقال له انك مفؤود، فيك مرض الفؤاد، تعاني، اذهب إلى الحارث بن كلدة فإنه رجل يتطبب. ما قالوش النبي روح ندير لك الرقية. وشكون هو أفضل من يعالجه؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان النبي بغى يعالجه ما صافي ندير لك الرقية، النبي تعلمنا. قال له اذهب. شكون هذا الحارث بن كلدة؟ كان رجلا نصرانيا، ماشي حتى مسلم كاع. اذهب إلى الطبيب. احنا مع الأسف لما تطور الطب ولينا احنا كنتخلفوا عقل الفكر ديالنا. لا، الرقية أيها الإخوة هو دعاء، ولهذا قال العلماء لا بد فيها من شروط. أن تكون بكلام الله سبحانه. أنت ولا شي واحد ولا صديق ديالك، أي واحد جان عندك أنت مريض بدأ يقرأ عليك القرآن يرقيك، ما في ذلك حرج. سيدنا جبريل كان يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقرأ عليه القرآن ويقول له بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك من كل حاسد والله يشفيك، لا بأس بذلك. ولكن قال العلماء يشترط فيها أن تكون بكلام الله أو بأدعية صحيحة واردة عن رسول الله، أن تكون بكلام عربي أو بكلام مفهوم من غير الكلام العربي، ثم أن يعتقد الرجل الراقي أو المرقي أن الرقية ما هي فقط إلا دعاء فقط. ماشي تمشي عندي أنا ونقول لك لا قدا قدا وفيها ولات فيها التجارة ولات فيها كذا وكذا وكين والقار، لا أبدا. ولا تمشي عند واحد يدير لك شي حروزة ولا شي كتب بس مو دارك تما في هذيك الورقة. ما نعرف العلماء خلو أسيدي واحد السي جانا عندك باغي يقرأ عليك نفهمو، خصنا نعرفو اسمو كيقرأ عليا ومشي كيقرأ لك شي حوايج ما نعرفو. لا حقا فيه الجن، حقا هاد الجنون جاو غير عند المسلمين، علاش ما يمشوش عند الصين اللي فيها مليار واحد؟ هذا احنا مسلمين اللي ساكنين فينا الجنون، من احنا ما الجنوش عندهم معنا احنا. فلهذا ايها الاخوه حذاري ثم حذاري من الانجرار وراء هذه الفتنه. ان كلام الله سبحانه هو شفاء لما في الصدور. اقرا على راسك القران، اقرا على زوجتك، اقرا على بنتك، على ولدك، اقرأ على صديقك، لا حرج في ذلك. ولكن حذاري ثم حذاري في الدخول في هذه الدوامة. وحنا كنسمعوا ماذا يقع فتان كذا وربما حوايج ماشي هي هذيك وأخلاقية إلى غير ذلك أيها الإخوة. فحذاري ثم حذاري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي صدورنا. اللهم اجعل القرآن الكريم لصدورنا، لأمراضنا شفاء، لأمراضنا شفاء. اللهم اجعل القرآن العظيم نور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.